السيسي دار على فكرة مشاركة المجتمع المدني في إطار الديمقراطية المحلية واللامركزية اللي قدمنا عليها. إذن المسائل الأساسية اللي هي قاع النقاش فيها هي الأعداد الإطار القانوني لهذه المسألة، كيفاش نحط القانون اللازم، القانون والقوانين اللازمة لهذا، الجانب المالي للتنظيم، التقسيم، كيف يتم تقسيم الدوائر الانتخابية، البلديات القادمة إلى غير ذلك، الصعوبات الأساسية اللي من المفروض أن نتحدث فيها. وتبين بأن هناك اختلافات كبيرة في الحاضرين، كل واحد يشوف المسألة بمنظور معين. النقاش كان هام برشا باعتبار أنه كان بداية لتفكير في نفس الاتجاه، كيفية أن نخموا إلى الخطوات القادمة اللازمة، واللي أعتقد بأنه من المفروض أن نبدأ نخموا من التو في خارطة الطريق يلتزموا بها الناس الكل على أساس نجاح تجربة الديمقراطية المحلية. هل التبلور يعني لجأ الهيئة الخطوط العريضة يعني استحقاق الانتخاب القادم خاصة على مستوى القانون؟ مازال باعتبار أنه حتى النقاش اليوم على سبيل المثال، فما شكون يقول راه يلزم لتطبيق الدستور يلزم على الأقل نخرجوا الأربع قوانين أساسية، فما شكون يقول لا راه يلزم نجموا نكتفي بقانون فقط على سبيل المثال. هذا كيفاش هو لازم باش نجموا ننجحوا في نجحوا العمليه هذه، لازم نحدوا معناتها موقفنا من هذا، شنو هو الاطار اللازم باش نبداو به، مين على مستوى تقسيم البلديات، يا ترى لازمنا نخلقوا بلديات جديده ام لا، تطبيق لاحكام الدستور، كيفاش نعموها، كيفاش تكون البلديات عندها توازن مالي يجعلها قادره على القيام بمهامها، هذه كل ذا المسائل. واعتقد بان اليوم راهو بدينا في النقاش، هو فاتحة نقاش بين المجتمع المدني، الهيئات الدستورية اللي حضرت، وزارة الداخلية، هذه كل ذا يظهر لي نقاش أساسي يجب مواصلته. شكرا لك.